بسم الله الرحمن الرحيم. تلاميذ الصف السادس ابتدائيين كملوا على تصحيح ديال الامتحان اللي دوزتوه البارح، لان الفيديو اللي كنت نشرته ما كانش سهل. كنا وقفنا في انشطه القياس، اذا نكملوا مع بعضنا. عندنا 10.5 كيلومتر، 4.65 هكتومتر، 210 متر، كم تساوي من ديكامتر؟ اذا كما كتعرفوا الجدول وكالتالي الوحدة العالمية هي المتر، ثم الديكامتر، الهكسومتر، والكيلومتر. إذا حطوا ما عادش نستعمل الصوت، ما عادش نستعملهم، ما عنديش هنايا. إذا عندنا 10.5 كيلومتر، 10.5 كيلومتر، ثم 4 هكتومتر فاصلة 65، ثم 110 متر. كنجمع هنا عندي 5 7، 5 و4 سعود وجوج 11، 1 احتفاظ، ثم 1 كتساوي 11175. كم تساوي من ديكامتر؟ إذا ديكامتر قلنا هنا، إذا 1117.5، 1117.5 ديكامتر، ثم 402 كيلوغرام، طنين ونصف، كم تساوي من قنطار؟ 402 كيلوغرام، طنين ونصف، كم تساوي من قنطار؟ إذا مرة أخرى الجدول. فكتعرفوا هنا كاين طن، قنطار، نقطة، كيلوغرام. أربعة واثنان كيلوغرام، إذا هذه 402 كيلوغرام، ثم طنين ونصف، 2.5، كم تساوي من قنطار؟ إذا 2.092، إذا كم تساوي من قنطار؟ هنا عفوا، هنا 402، 2.5، إذا هنا قنطار واحد، هنا إذا تساوي 29.02، 29.02 قنطار. ثم السؤال الثالث، حسب المساحات. يعني 2.25 هكتار، 1062 متر مربع، كم تساوي من ار؟ اذا الوحدة العالمية هي المتر مربع، المتر مربع، اذا ديكامتر مربع، الهكتومتر مربع، ثم الكيلومتر مربع. اذا في المساحات عند الوحدات عشرات، وحدات عشرات، المساحة الزراعية قلنا الهكتار كتجيني في الهكتومتر مربع، إذا الهكتار هنا كنقص خانة الأر، كنقص خانة السنتيار، كما كتعرفوا السنتيار هو المتر مربع. إذا عندي 2.25 هكتار، إذا 2.25 هكتار، ثم 1062 متر مربع، يعني كنبدا باثنان هنا، فغادي 6.01. إذا نجمع هذه هي شحال كتساوي؟ 2.653، كم تساوي من ار؟ إذا ار هنا كنسمي 235.62 ار. السؤال رقم 4، حساب السيعات الحجم.
الى الحساب الحجوم هنخليو نفس الجدول، نفس الجدول غير هي يكون عندنا المئات، كتزاد المئات. لكن عندنا الديسيلتر، اذا خصني نزيد ندقق الاجزاء. اذا المتر المربع غادي يجيني هنا، ما بغيتش انايا الكبات المكعب، وانما خصني المتر المكعب ثم الديسيمتر مكعب والسنتيمتر مكعب. كتعرفوا الليتر، الليتر هو الديسيمتر مكعب، اذا هنا هو هنا الليتر ثم ديسيم ديسيلتر سنتيلتر المليلتر. هنا يعني هنا عندي الديكاليتر والهكتوليتر. إذا عندي 653 ديسيلتر، هذه هي 653 ديسيلتر، ثم 6 متر، 6 متر مكعب فاصلة 5، عفوا 6 متر مكعب فاصلة 5. نجمع هادشي هنا 3 5 6 5 6. إذا هادشي خصنا نحولو من ليتر، فين هو الليتر؟ هو هذا. إذا تساوي 6565 فاصلة 3 ليتر. إذا الآن نمشيو لآخر سؤال اللي كيتعلق بالمسألة. إذا المسألة مسبح على شكل أسطوانة، مسبح على شكل أسطوانة قائمة، قطر قاعدته 14 متر وارتفاعه 4 متر، احسب باللتر كمية الماء اللازمة لملء ربع المسبح. نمسح هادشي. إذا التمرين هو هذا، مسبح على شكل أسطوانة، هذا هو المسبح. على شكل أسطوانة قطر قاعدته 14 متر، يعني ملي كنقولو القطر 14 متر يعني الشعاع هو 7، الشعاع 7. الارتفاع ديالو، الارتفاع ديال المسبح هو 4 متر، اش يساوي 4 متر. هذا هو المسبح. لاحظوا معي، اذا المسبح القطر ديالو 14 متر يعني الشعاع هو 7 المتر والارتفاع ديالو 4 ديال المتر. السؤال احسب باللتر كمية الماء اللازمة لملء ربع المسبح. سطروا معايا على ربع المسبح، يعني اذا كان هذا هو اش، حنايا المسبح باش نعم هذا هو النص ديالو، حنا هذا هو ربع، أو بحال أربعة. إذا المسبح كنا نعمو حتى لهنا، يعني ردو معايا البال، يعني أش، أش غتكون شحال؟ هي غير واحد، هادي هي أش اللي غنستعملها أنا. مفهوم؟ ونطبق مباشرة القاعدة ديال باش نحسن حجم الأسطوانة. كتعرفوا القاعدة هي الحجم كيساوي بي ار ار اش، كتساوي 3.14. هنايا القطر
الشعاع يساوي 7 متر، لأن القطر يساوي 14 متر. إذا في 7 × 7 × 10، ردوا البال اش اللي غادي يستعمل 4 متر راه خطأ. وسبق لينا شفنا في الفيديو الأخير يعني التمرين مشابه، يعني اللي غادي يحسب اش كيساوي 4 متر غيكون استعمل ان اعتقد بان المسبح ممتلئ عن اخره، وطلبنا ان المسبح باش نعمرو فيه غير ربع. اذا اش كتساوي 1 × 1 يعني نحسبو 3.14 × 7.7 × 40، عملية 9 × 4 = 60 × 1 = 32 × 3 = 27 × 1 = 28 × 4 = 16 × 4 = 21 × 4 = 12 6 8 13 5 1 1 2 1 2. إذا الحجم ديال نتأكد 36 × 7 = 12 × 3 = 27 × 28 = 16 × 5 = 12 × 6 = 18 × 5. إذا الحجم أنا ما تنساوش هل حسبناها باش حسبناها بالمتر مكعب. إذا حجم ربع ولا كمية ولا كمية لنا نكتبو كمية على حساب كما جا في السؤال نحسب كمية لنا. إذا كمية الماء اللازمة لملء ربع المسبح هي 153.86 متر مكعب. علاش متر مكعب؟ لأننا يعني حسبنا لأن R بالمتر و H بالمتر، فهم؟ إذا وكيف وطلب منا بالليتر، يعني الحجم كيساوي كتعرفوا لأن 1 متر مكعب شحال كيساوي؟ 1000 لتر. يعني هادي باش نضربوها في 1000 يعني نزيدو لها صفر، تنى متر مكعب نضرب في 1000 يعني نزيدو الفاصلة بجوج 86 ونزيدو صفر آخر باش نكملو 1000 لتر. إذا باش نملى هاد المسبح خصني 153000 لتر و 860 153000 لتر و 860، يعني كمية الماء كبيرة، لأن شفتوا هاد المسبح راه كبير. شوفوا العرض ديالو شحال، يعني شوفوا شحال القطر ديالو، يعني 14 متر، يعني 14 متر وعادي بمترو، يعني راه كيهز هاد الكمية كاملة. إذا هذا هو التصحيح ديال التمرين ديال الامتحان. كنتمنى أن كنتمنى لكم التوفيق، واللي عنده العملية صحيحة كنهنيه، واللي ما عنده العملية خاطئة فخطرة جاية إن شاء الله. السلام عليكم.